السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلون خط ناجري. الموضوع فيما يخص الديون، وبعد بدء ببدء يعني يبدو بطرحهم على ما جرى يعني في بيروت، الانفجار العنيف الذي وقع في بيروت، ولا نعرف حتى الآن ما كان، يعني إذا كانت انفجار يعني عن طريق حادثة، يعني غاز أو شيء من ذلك، أو كيميائي، أشياء كيميائية أو خلل في كهرباء أو شيء غير ذلك، يعني اعتداء عسكري عن طريق صواريخ أو حاجة من ذلك، لكن لا نعرف الحقيقة حتى الآن. لكن نترحم على النفوس التي ضاعت، يعني وعلى راحت هباء مثورة كما أقول لك، نترحم عليها، وكما نترحم على أبنائنا في الجزائر، على أبناء الجزائر الذين يموتون بطرف الوباء الذي يأخذ من خيرات الجزائر، لأنه لم تكن عندنا منظومة صحية يعني حقيقية، لكن لنا الله يعني. لكن كنت أظن أريد التحدث يعني في موضوع كان سألني أخ في موضوعين، لكن قبل كل شيء بادئ ببدء، إحنا نشكر إلياس الرحماني على رجوعه للكرية، لأن الكرية تحتاج إلى رجال يعرفوا قيمة هذا الشعب، يعرفوا قيمة هذا الشعب، ولا يتخاذلون يوم لم يتخاذل. لما كان يرى أن فيه مصلحة في الاتحاد، أن يتحد الشعب، أو ما يدعون بالمسؤولين السياسيين خارج البلاد وكانوا رافضين الاتحاد أو حتى حضور المؤتمر بسبب إلياس الرحماني، فالحجة قد سقطت، لأنهم تخاذلوا ولا يريدون الاتحاد الجزائر، لأن احنا قبل كل شيء في الكورية سميناها اتحاد الجزائريين، لم نقل اتحاد حزب ما، لم نقول لكل الحاضرين أنهم ينسوا حزبهم. المشروع الوحيد هو الجزائر، كيف تبنى الجزائر، وبمقتضى ذلك رحماني قال إن إذا كنت أنا عائق ويتهمونني أنني عنيف فأترك الكورية حتى يتحد الجزائريين. لكن مع الوقت اتضح من يريد اتحاد الجزائريين ومن لا يريد أن يتحد الجزائريين. يظنون أن الجزائر من تخت يدوها لوحدهم ويتحكموا فيها كما تحكموا فيها الأولين، لكن هيهات، الجزائر للجميع، الجزائر للكفاءات، الجزائر للمادة 87، الجزائر للحاكم لا يدوم أكثر من 8 سنين ويحاسب في الآخر، في دخوله يحاسب وفي خروجه يحاسب، أن يحاسب الجنرالات، لا يغفر لهم من نهبوا الجزائر لمدة أكثر من 60 سنة، كيف تتيح لهم أنت الفرصة ثانية وثالثة ورابعة، وتقوم بإعطائهم سك غفران، تعطوناهم سك الغفران حتى تمكنوا أو تتقاسموا الحكم معهم. لا، للجزائر نريدها دولة قانون، دولة عدالة، يقف الجنرال كما يقف البسيط في المحكمة ويحاكم، والحاكم يكون عادل، القاضي يكون نظيف، هكذا نريدها. لكن انتم لا تريدوا تقاسم حتى الرؤى، تقاسم حتى الآراء، والجلوس في طاولات
مع الرجال الذين هم وطنيين 100%. تتهموننا مرات بالخيانة، خيانة لأننا نحب الجزائر ونحبها لله الوحدة، لا يتقاسم معها لا الدول الأجنبية ولا الدول العربية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تكون جزائري قبل كل شيء، أن تبني وطنك بنفسك، ومن يساعدك تظن أنه سيساعدك يوما من الدول، فأنت يا إما ساذج يا إما متآمر. لأن مثلا الآن ماذا يجري في ليبيا؟ ما يجري في ليبيا أنه سيأتي يوم لو قدر الله وسقطت ليبيا، أنا أقول بين أذناب، بين أنياب، بين أنياب الأتراك، فماذا تفعل؟ ليبيا ستستعمر اقتصاديا، ستستعمر صناعيا، ستستعمر في البناء، ستستعمر في خيراتها في الصحراء، ستستعمر في كل شيء، لأنها ستحتاج إلى بناء بنية وبنية تحتية أولا قبل كل شيء. ستقوم بها من؟ أتراك الذين سيقومون بنا بها. ماذا عن الصناعة؟ تحتاج إلى صناعة، فتكون المصانع التركية هي هناك. إذا كانت على تجارة فالتجارة التركية التي تكون هناك، فإذا كان على فلاحة التركية هي التي تتحكم في الأوضاع. في البنوك، الأتراك هم الذين سيبنون البنوك ويتحكمون في البنوك في اقتصاد ليبي. يعني هذا ماذا؟ هذا إذا كنت تسميه أنت تعاون فأنت لا تعلم في الاقتصاد. الاقتصاد الوطني الحر لما يكون مبني على النفس كما هما بنوه على أنفسهم، حتى أنهم استعانوا بطريقة ما بالآخرين، وأنت تعلم من تعاونوا حتى يتوصلوا إلى أشياء خاصة في الميدان العسكري. لكن أن يبنوا لك أو لليبيا مستقبلا من غير طمع أو من غير ذلك، فنحن نكذب على أنفسنا. ليبيا ستستعمر من طرف الأتراك ويتحكمون في اقتصادها وفي كل مجالاتها حوالي 70% وأكثر. لكن في الجزائر لماذا نريد اقتسام الجزائر مع الغير وخيرات خيراتنا؟ هم الجنرالات والوزراء الخونة والحكومات المتآمرة، ننتقل من هذه المؤامرة إلى مؤامرة أخرى يتحكم فينا الأتراك، ومن يتحكم في الأتراك هم الإسرائيليين. يعني تريدون إهداء الجزائر مرة ثانية لأعداء الجزائر. بالأمس أتراك لم يوافقوا على استقلال الجزائر. أين حب الأتراك للجزائريين؟ لما طلبت البلدان وطلبنا استقلال الجزائر في الأمم المتحدة، أمريكا وقفت مع الجزائر، مع استقلال الجزائر، والأتراك كانوا ضد الجزائر، ضد استقلال الجزائر، ضد استقلال، ضد خروج. حتى الإسبان من المغرب كانوا ضدهم، كانوا ضد خروج الإسبان من المغرب، كانوا ضد استقلال ليبيا. تقول أن أشياء تغيرت وأن حاكمها بتفكير ثاني. حقيقة هو بتفكير ثاني لإنجاح بلده حتى تصبح إمبراطورية ثانية تتحكم في المغرب العربي مرة ثانية، لكن بالإسلام، بأنه صديق لكم لكن ليس بصديق، وصديق
لبلده، صديق أردوغان صديق لبلده، يريد أن يقوم بلده أن ترجع قوة خارجية، ويريد استعمار الصغار، كل منا هو صغير ولا يحترم نفسه، ويقوم بتحطيم بلده يستعمر من طرف الأتراك. هذا شيء ثاني. والموضوع المهم كنت باين أتكلمكم عليه كان هذا بن قريط برغنيط هذا الكبران اللي هرب، كان سكرتير خاص تاع قايد فاح، كان سكرتير تاعو، كان ما كيما يقولوا كلك شوز كما مينيستر دو لا ديفونس. هو كان الور هرب، خذ اسرار، يقولون في الفرحانين في التلفزيون يقولوا انه استرجعوا بن غبريط وبن بن قريط، هذا استرجعتهم المخابرات او استرجعوه للجزائر لانه كان حامل اسرار عسكريه، اسرار عسكريه، الاسرار العسكريه اللي كان دايها ولا فلاش ديسك ولا كلك شوز كومسا ولا USB كل مخبي هناك. لكن ما هي الاسرار؟ هل الاسرار عسكريه يعني عسكريه على اساس ان دي ميسي نوكليير انتر كونتيننتال يعني ضربوا من قاره لقاره، وكانوا متخبيين في جبال وين؟ جبال وين؟ شريس ولا شريعة، وهو يعرف هذه المعلومات، ولا عندنا بوارج بحرية أكبر من تاع الولايات المتحدة، ولا عندنا كما نقولوا هنا لسومها غواصات حاملة لصواريخ نوكليير وابن يعني. هذه صواريخ نووية وعنا بالمئات، هذه أسرار، ولا عنا صواريخ عادية قابرة أكثر من 2000 كيلومتر أو 3000 كيلومتر ومتخبية في جبال، مثلا جبال أنا شريعة ولا متخبية، ولازم لهم واخذ الماب تاعهم يعني الماب تاعهم باش ما يبونوش باش ما نعرفوش. هل هذه الأشياء استرجعت هذا الإنسان، ولا إنه كان عبد من عبيد قيد صالح؟ لكن لم تسترجعوا من أجل هذه الأشياء، لأن أصلا ما عناش قلنا غيان صلا، إحنا نتجنا البطاطا وما عرفناش نبوعها. ألوغ ما هي المشكلة؟ هذا اللي عملتوا عليه ضجة، لازم الشعب الجزائري يعرف ما هو السر الذي يحميه هذا الإنسان. وهذا الإنسان ما غاديش يخرج، ما غاديش يشوف الضوء إذا إلى ما قتلوش، غادي يخبطوه ب50 سنة ولا 60 سنة رغم أنه ما عملش حاجة للشعب. لماذا علاه ما جابوش وتقدور؟ لا ما جابوش كسموه هذاك تاع سوناطراك الأول هذا اللي راه في الاستازيني، على ما جابوش بوشارب؟ هذو سرقين، هذو فساد مالي ظاهر يعني ظاهر للعيان، لكن خلاهم يرتاحوا لأن هذه هي سياسة تبون، يريد إخفاء الأشياء. لكن نقول لكم إحنا هذا السرجان هذا لما هرب لتركيا أو شيء من ذلك له ردوه حتى يعني كان لازم يدون دي شوز، هذا تبون يعطي دي شوز ضمانات لأردوغان، أما في المجال الصناعي أو اقتصادي، لكن امتيازات. لكن لماذا هذا الشخص بالذات؟ وأنه في الحقيقة لا يسوى شيء من ناحية شريك مخبي، هذا مخبي، هذا الإنسان مخبي تولي سكري تاقيت صالح
باسكو جيتس على حسيتي لو جو اللي يعرف كاع صغيره وكبيره صغيره وكبيره في لي جينو شي سارقين. وجيتس صالح اصلا شي سارق وين مخبي دراهم وين في كل مكان، وكل الجنرالات اللي كانوا في وقت الجيت صالح وغيره وين سرقوا الدراهم وكي كانوا يتحولوا الدراهم. هذه هما صوالح لسكري، لسكري انهم يخفوا حقيقة الفساد المالي، انه با سكري ميليتير ولا كلك شوز كوم سا، وما عندهم يريدوا يعني اخفاء حقائق ضدهم. نقول لكم لماذا صواب نسيب القايد صالح. اليوم قالوا انه دخل الجزائر لانه كان مريض وكان استشفى، يعني كان في مستشفى في اسبانيا، يدونا المستشفى اللي كان فيه والرقم تاع الحجرة اللي كانت فيه بوك نو فيريفيون سانت انفورماسيون باللي كان في السبيطار، لان الراجل كي خرج خرج كي لعود، خرج هرب من الجزائر. هذا الجنرال صواب هرب من الجزائر، لكن بسقوط القايد صالح خاف على روحه، خاف انه يتفضح كيما يتفضح القايد صالح. لكن هما مازالوا مغطيين على كل ما سرق من طرف الجنرالات، لاني لما اتوا بهذا بالغرنيط هذا ويسجن للابد، ممكن حتى يقتل في السجن، لانه حتى ليكشف امر الفساد المالي في اركان العساكر. لماذا رجع الان صواب؟ رجع صواب لانه ضامنه انه بن غرنيط هذا سيدخل السجن وحتى يموت، لا يخاف هو سارق وفاسد، لكن لا يخاف من تبون يحمي هذا صواب، لأنه مش ممكن يبقى في مستشفيات أوروبا لمدة 6 شهور هربان. تقولون كان في مستشفى، نظن هذا الإذاعة تاع الشروق هذا سيتا فيغيب اللي زعما خونا متآمرين على الشعب الجزائري، و هما هناك بلا ديسانفورماسيون، يعني ما يدوش حقائق. لكن لو الإنسان يحلل يشوف أن هذا صواب من السارقين من النهبين، لكن كان خايف تفضح كما تفضح بالقصير. لكن لي حمات من يحمي أن نفس الرجل الذي لم يستدعي بالقصير، لم يستدعي بوشارب، لم يستدعي جماعات الهربين، لم يستدعي الوزراء الهربين، لم يستدعي أصحاب المال الفاسد داخل حتى في الداخل. نفس الرجل هم أركان العساكر وتبون. لذا يعني ما يكذبوش عليكم في قصة هذا بن غرنيط هذا، هم يحمون، قلت لكم هم يحمون أنفسهم أولا وقبل كل شيء. والأسرار أسرار العسكرية اللي يريدون يعني التفات حولها، لا، هي أسرار الفساد المالي في العساكر. لا يريدون على الجزائريين أن يعرفوا الحقيقة، وكانوا يخافون أن هذا الرجل تتصل به جهات ويفضح كما يقول لك المرميطة، يحل المرميطة على حده. هذا ما كنت أريد التدخل في هذا الموضوع، ولكن كان فيه موضوع آخر اللي هو يعني حساس جدا. ماذا يريدون من الجزائر بحرق الغابات؟ لنتضح جليا يعني أن الغابات هذه اللي وقعت فيها حرائق، وأكثر من 66 حريق يعني في تقريبا شهر واحد، كانت عمدي ولإيصال الصورة للشعب الجزائري بالتخويف والترهيب، تخويف والترهيب، وحتى تغيير الرؤية من
من التفكير في الثورة إلى التفكير إلا في الحرائق، وتفكير كيف انتهاء منها، والحالة الجو التي ستسود، يعني الجو الساخن، وهذه الأشياء تجبر الإنسان على البقاء في البيت غالبا من الوقت. لازم تفكروا هكذا، لأن النار لما تكون نيران في الغابات غالبا يعني ما الحرارة تطلع بلوس دي دوغي، تطلع تكون 35 تولي 45، يعني ماذا؟ يعني أنها وتبقى لأيام، لأن يعني الغابات لما تحترق تبقى لأيام، لكن هذيك السخونة وهذيك الشحنة تاع الحرارة تاع الإنرجي هذيك تبقى في هذيك قرب هذيك المدينة أو القرى، وتمشي هذيك الموجة تاع السخونة. لذا يعني تحتم على الشعب البقاء في البيوت كذلك، لازم كنت تعرفوا هذه، تبقى في البيوت تخاف تخرج، يعني تخاف تضربك الشمس، تبقى تخاف تبغي تقعد في برد الحال كما نقولوا احنا. هذه هي القصة تاعها، لأنهم الخبث تاعهم لا يترددون في أي شيء، وأنها كانت فعل فاعل، والفاعل الوحيد اللي كان هو يعني متهم الأول وقيادة الأركان، وكل المناورات اللي تجري في مجلس الأمن، ما يقولون عنه مجلس الأمن ما تبون، وكذلك هو اللي هو وزير الأول جرات، هذا لازم يتهم ديركتلي، يعني هو متهم بهذه الأشياء. لما تتكلم على جرات يتكلم على نفيش أموال في النيفو دي بوست، من مسؤول عنها؟ هل المسؤول عنها الشعب؟ هل المسؤول عنها حتى المدير؟ لا، مسؤولون عنها أنتم مسؤولون على تقسيم الأموال، على أن تكون الأموال موجودة في البنوك أو في المراكز اللي هي مراكز البوست أوفيس. يعني من المسؤول عن الكهرباء؟ تقول انقطاع الكهرباء، هل تقول فيه ناس تعمدت تفعل ذلك؟ نعم، أنتم تعمدتم فعل ذلك، إطفاء الكهرباء عن الناس، لأن إطفاء الكهرباء يعني لا وجود لا air conditioning لا شيء من ذلك، تهوئة لا شيء. من يفعل ذلك؟ المدير؟ لا، بأوامر عسكرية أنتم تفعلون ذلك. انقطاع المياه حتى في يوم العيد، من يقطع المياه؟ العامل البسيط يقطع المياه؟ لا، لأنه واحد من الشعب. هل حتى المدير يقطع المياه؟ لا يقطع المياه إلا إذا كان أوامر عسكرية يقطع المياه. يعني أنتم من فعلتم ذلك، لكن ما قصدكم؟ فليعلم الجميع أنه في عصابة واحدة نصفها سقط ونصفها ما زال باقي، وتريد الإيحاء للشعب الجزائري أن العصابة التي سقطت ما زالت يعني تتصرف بهذه الطريقة، وأنهم هم أنظف، ولذا يعني يريدون من الشعب أن يلتحم معهم ضد العصابة التي نصفها سقط وهي نفس العصابة. يريدون التلاعب على الشعب وإيحاءه أنهم هم مصلحون. من أين كنت مصلح وأنت فاسد لستين سنة؟ كيف تصبح مصلح؟ أنا أقول لك الحل الوحيد للجزائر تخرج من الأزمة أنكم تتنحوا قاع كمسؤولين في الوزارات، كوزارة، كحكومات، كرئيس حكومة، كقيادة أركان، كلكم لازم تزولوا. كل ما هو أكبر في السن أكثر من 60 سنة لازم يتحال على المعاش، يتحال من المعاش، وتسليم قيادة الأركان à des jeunes colonels qui soient algériens 100%. Quand je dis
الجيريان 100% ما يكونوش ولادكم، لان ولادكم درتوهم جنرالات، راكم تقروا فيهم في ليترونجي، راكم تقروا فيهم ذراع، يروحوا ياكلوا ويشربوا ويجوا يدوروا دي كرات، يولوا دي جينيرو بو فو رومبلاسي. نو، الجزائريين يكونوا حرار، يكونوا بناء شهداء، يكونوا جزائريين مواطنين نظاف، ما كانوش باتهم وجدادهم حركة عند فرنسا، اللي كانوا في وزارة كبوشارب حركي، ولد حركي، وكانوا ليه زوج أخوات دي كورونيل. هذا شكرا لتوفيق، شكرا لتوفيق اللي حط الخيانة، لكن الخيانة تحط الخيانة. احنا في كوريا نعرفوا الرجال، نعرفوا الرجال اللي تبني مش اللي تهد بلادها، وانت من واحد من اللي هديتو الجزائر، وتبون هذا الا كلب من كلابكم، ولازم له يزول، وعلى الشعب ان يخرج ويثور حتى يسقط هذا النظام وتتنحوا كاع. اون فا با سغيتي حتى تنحوا كاع، باسكو فوز اون مافيا، اون مافيا كي ا ترو دوري، كي ا ترو دوري. ايماجيني دي مرسيونير اللي حكموا اوطان او حكموا في البحر، دي هو دي بيرات، حكموا مدة 100 سنة، لكن بعد 100 سنة كان لازم يزولوا. نتوما صاي إلي طون كو تزولوا، لأن الشعب فاق، فاق وما غاديش يرجع، ما غاديش تحشوها له، وتولوا نتوما مصلحين. عمرك ما كنت مصلح، لو كان كنت مصلح تخلي ابنك في السجن لأنه أفسد، وتحاسب نفسك وتقول أنا كاتبون كمزور نضع نفسي تحت المحاكمة، تحت القضاء الجزائري إذا كان موجود. لكن هذه الصوالح ما تعرفوهمش، ولا زابي جامي كوني، عمرهم ما كانوا مبادئ عندكم، لكن الفساد كان هو مبدأكم. لذا إصلاح لا يأتي من الفاسدين. هذا ما كنت أريد أقوله في هذا الموضوع، لكن أرجو يعني من الإخوة يتفهموا، يعني فهموا الوضع، فهموا الوضع، ويعرفوا أن الجزائر في خطر، في خطر بهذه الناس، أنهم ما زالوا يتآمروا على الجزائر، وما زالوا، وكلهم خونة، اللي في الحكومة خونة، اللي في الرئاسة حكونا، والرئاسة الأركان مملوءة بالخونة، ومتآمرين على الجزائر. كنت كذلك أريد أقول لي ناس من تدعي الديمقراطية وأنهم ديمقراطيون ويريدون إرجاع الحق للشعب، وإنما هم يريدون إرجاع الحكم لأنفسهم فقط، لا يريدون التقاسم الحكم مع الشعب، وأن في الآخر لازم يكون الشعب هو الحاكم، لا، يريدون التحكم في الشعب. لكن اتصلوا بأحد الأخوة، واحد من الأخوة في الكورية اتصل بعبد الرزاق، عبد الرزاق صغير، قال له على أساس أنه يعني مجموعة رشاد أنها تقول أنها تريد الكف عن التهجم عليها، لكن حتى عبد الرزاق، أخ عبد الرزاق صغير هذا سجانو، ليس عضوا في الكرية، لكن إنسان كان يعبر عن آرائه، وله الحق في ذلك، له الحق أن ينتقدني أنا كعضو في الكرية، له الحق أن ينتقد الكرية كلها إذا كان أراد، لكن يتكلم كما يريد، ونريده أن يقول الحقيقة فقط، ولما لا يقولها في غيرنا؟ لماذا لا يقولها في رشاد؟ ولماذا لا تقولها رشاد في آخرين؟ لكن أنك تتجرأ تريد إيقاف إنسان من قولة كلمة حق، أو إذا أداء برأيه، أنك لا تتحكم في الأفواه،
هذا قبل ما تحكموا راكم تحكموا تريدون تكميم الأفواه، تكميم الأفواه على أنها تقول الحقيقة، وأمركم سيكشف وسيكشف. ومن بناكم أصلا ومن صنعكم؟ وسنأتي يوما ما بمرسلاتكم إلى كل إنسان اتصلت به، ستعرف أننا موجودين وأننا نستطيع تعرية أي إنسان، تعريته وتعريفه. لكن كان فيه كذلك موضوع، لذا يعني كنت أريد فقط يعني فيما يخص عبد الرزاق الصغير هذا، لا ما كما أقول لك المصري لا تزعل يعني، ما تزعفش علينا، تكلم يا أخي حتى لو كان في حقنا، إذا ترى فينا عيبا فاذكر، ما فيش مشكلة. لا نستطيع إيقاف إنسان يتكلم، لا ندعي الديمقراطية في بلد ديمقراطيات وتريد تكميم الرجال مهما كنت. أنا أتكلم على الشخص هذا، أخو زيطوط الذي يتجرأ ويتكلم في حق الكرية. الكرية هي صانعة الشعب، إذا لم تقف معها فأنت ضدها. إذا كنت تظن أنك ترجع الفيس، أنت تمثل الفيس وأنت تأخذ الحكم حكم في الجزائر، فأنت غلط، فأنك لم تعرف الرجال. لما تعرف الرجال ستعرف قيمة نفسك. وإذا ترك أخوك العربي زيطوط اللي كنا نظن به أنه إنسان واعي، أوعى منك، أوعى من أخواتك، أنك ترى مصلحة الجزائر قبل كل شيء، ولا تخلط بين الرجال. أنا لا أظلم أحدا، لكن الوقت هو الذي يحكم على الناس، الوقت هو الذي سيرينا من كان على حق ومن كان على باطل. من يبني أساسه على الرمال سيسقط يوما، لكن أنك تحاول أن تلتف مع الشعب حتى يوصل هذا الشعب إلى ما يريد، قلنا فأهلا، لكن أن تركب فوق رؤوس الشعب فلا، لا أنت ولا غيرك. هذا كان ردي على رشاد ولا على جماعتهم ومن شاركوا بالأمس، ومن أعضائهم من كانوا دكاترة. أنا أعرف دكاترة كانوا أصدقاء لي في الجزائر، ورأيتهم حولت عقولهم إلى عقول بعير، فتابعوا جماعات فماتوا، تابعوا جماعات فاستغلتهم فماتوا، تركوا عائلات وكانوا فقراء. لكن انت كدكتور فيزيك نيوكليير كل شيء كومسا، ماذا فعلت بلسانك؟ أنا لا أقول بقلمك أو بعلمك، لكن ماذا فعلت بلسانك؟ ورطتم الشعب في مجازر، وكنتم تظنون أنفسكم أنكم على حق، لم تكونوا على حق، كنتم على باطل، لأن صنيعتكم كانت صنيعة ديارس، هي التي صنعت الفيس، هي اللي صنعت الفيس، وكنت عضوا منهم وشاركت في قتل عمدي أو لا عمدي، لكن كنت شريك في التقتيل، شريك الديارس، لأنك وفقت ومشيت في خطتهم بدون ذراع، وهذه المصيبة، هذه لدهينة،
ليظن نفسه أنه يفهم في السياسة. لكن ماذا فعلت للجزائر بعلمك؟ لا شيء. ماذا فعلت لتأخي في الشعب؟ لا شيء. كنت طرفا في الجريمة من قصد ومن غير قصد، من القصد ومن غير قصد، كنت شريك في الجريمة التي وقعت في الجزائر. إننا نريدها ديمقراطية، لا نريد حكم طغاة، حكم مولات، حكم أمراء، لأن الحكم بالدين يصل إلى حكم الملكي، يصل إلى حكم الدكتاتوري، يصل إلى أي شيء، ولكن عمره ما يصل إلى الديمقراطية التي تنزل الحاكم من كرسيه. لكن طريقة تفكيركم أن الحكم والبقاء لكم فقط، ونحن نريدها أن يكون الجزائريين ونظافة القلوب والعقول هي التي تبني الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.